شو بقول لي هذا الكيرف؟ انه كل ما هون زادت معي كل ما زاد فرص عم بعمل شغل اضافي اكثر، مش هيك؟ ايش الشغل اللي عم بعمله؟ عم بزيد البوتنشال انرجي في هاي الماس، مظبوط؟ غير الكينيتيك انرجي طبعا اللي حطيناها في البدايه بخلال الترانزيانت. ايش حطيت في هاي الماس؟ هاف ام في سكوير. واذا وصلت السرعه ستيدي ستيت معناها ضلت فيها هاف ام في سكوير، مظبوط؟ بس شو اللي عمالي بعطيها باستمرار؟ سرعتها كونستنت وعم ترتفع بشكل كونستنت، شو عم بزيد فيها؟ بوتنشال انرجي، فعم بعطيها بوتنشال انرجي من هون، مظبوط؟ فكل ما هذا السلك يتحرك هون عم بحط بوتنشال انرجي فيها، هلا عم بعمل شغل مفيد، مظبوط؟ هلا بقدر احسب افشنسي لهي المشين. عارفين كيف بدي احسب افشنسي لهي المشين عند كل وحده من هدول؟ عندي بدي اطلع اليوسفول، ايش الشيء اليوسفول اللي طلع معي؟ مش تسخين هاي ولا الفريكشن، البوتنشال انرجي اللي عم بحطها هون، مش هيك؟ مش في ريت اوف تشينج اوف بوتنشال انرجي رح تصير؟ اوكي ماشي، الكل فاهم اللي هي في في ام في جي رح تكون. في في ام في جي هي الريت، هذا اليوسفول ورك. التوتال اللي بحطه ايش هو؟ كيف ممكن احسب التوتال باور اللي عم بحطها بالسيستم؟ يا بضرب اي في في، مظبوط؟ او بحسب اللوس هذا اللي هون، الباور اللي هون والفريكشنال باور اللي هون، هذول بكون اللوسز بجمعهم بعطيني الافشنسي. فبقدر احسب الافشنسي عند كل واحد من هذول. شو بتتوقعوا عم بيصير بالافشنسي وانا نازل من هون؟ بتقل ولا بتزيد؟ قديش اليوسفول ورك اللي كنت اعمله هون؟ مش يوسفول، هذا فريكشن. ايش اليوسفول ورك اللي كنت اعمله هون؟ زيرو. قديش الافشنسي هون؟ زيرو. هون صرت اعمل يوسفول ورك لانه صرت ارفع السيستم من هناك، مش هيك؟ وهون صرت اعمل، راح تشوف الافشنسي بتتحسن معي، عم بستفيد من المشين هاي. اذا هذا مبدا مهم، ايش هو المبدا؟ اذا شغلت ماشين على فيري لو لود، ايش بتكون بتوقع الافشنسي تبعتها بتكون؟ الالكتريكال ماشينز بتكون لو افشنسي، ما عم بستفيد. انا جايب ماشين ومغلب حالي و120 فولت وبسحب عمالي 400 امبير او 100 امبير، مزبوط؟ وركبت السكك وركبت كل شيء، وبعدين ما عم بستفيد منها، فالافشنسي تبعتها لو. هذا هون عندي اللوس، هون عم بصير في الريزستر وعم بصير في لوس بالفريكشن. كل ما استطعت اني استفيد اكثر رح الاقي الافشنسي بتتحسن عندي بهذا السيستم. الشيء الثاني ايش بشوف من هذا الكيرف؟ لو اجينا الان حاولنا نرسم هذا الكيرف، انا ما عنديش هون رسم بياني ولا عندي مربعات، فمش رح يطلع معي 100%، بس شوف ايش رح اعمل. رح احط هون السبيد، سبيد ان متر بير سكند، وعلى كل سبيد ايش عم بطلع معي؟ ات ستيدي ستيت ايش بطلع معي؟ فورس. فلو اجينا حطينا مثلا خلينا نقول 75 90، فخليني ابدا هون من 70 70 وبدي اروح لتقريبا 120، فناخذ مثلا 80 90 100 110 120، هاي 120 وهي 70، وعندي الفورس عم تتراوح من 20 الى 150، فخلينا نقول هاي 150 هاي 100 هاي 50، فعندي على 114 متر بالثانية، هاي هون عندي 110 100 90 80، عند 114 متر بالثانية اللي هي تقريبا هون ايش كان عندي؟ 20، هاي تقريبا 20، بعدين لما رحت على 105 هاي 105 عندي صار هذا 50 هاي 100 وهاي 150، هذا طبعا هون النيوتن اللي هي الفورس النيوتن، وهاي سبيد ان مترز بير سكند، وبعدين رحنا على سرعة قديش؟ 90، هاي 90 قديش صار عندي الفورس؟ 100، وبعدين 75 150، هذول لو وصلتهم ايش رح يطلعوا؟ بيطلعوا في عمل خط مستقيم. هذا هون عندي نوع من هذا بنسميه سبيد فورس كيرف، سبيد كور سبيد فورس كيرف، عماله بوصف لي البيهيفير تبعت هاي المشين. بس طبعا هذا لازم ناكد انه ستيدي ستيت كونديشن، ما دخلنا هون الترانزنت. هون نحط هون كلمه ستيدي ستيت، اذا هاد ستيدي ستيت كونديشنز هاي علاقه، واي ماشين عم تعطيني شيء يوسفول، مش هيك؟ الباور اللي عم تعطيني اياها المشين هاي هي ايش؟ كيف ممكن احسبها هون؟ هي حاصل ضرب هذا الاكسس بهذا الاكسس، مضبوط؟ اذا ضربت اف بي بتعطيني، بس هون الميكانيكال باور بدي اخصم منها، اذا بدي اشوف اليوسفول بدي اخصم منها الفريكشن. ايش عم بصير بالسرعه كل ما زدت اللود عليها؟ عم بتقل السرعه، هذا نوع من السبيد ريجوليشن. في عالم مثالي احنا بنحب السبيد تضلها كونستنت، بس هذا غير ممكن. فكل ما انا زدت عليها الفورس وطلبت منها فورس اعلى، حطيت عليها لود اكثر، عماله سرعتها بتنزل. فعندي هذا الريجوليشن كيرف، كانه سبيد تورك كيرف او سبيد فورس كيرف. اي ماشين من الماشينز، من المبادئ المهمه راح تكون في الماشينز انه نرسم سبيد تورك. ليش عمالي بحكي هناك سبيد تورك وهون بحكي سبيد فورس؟
لانه هاي لينير ماشين وهذيك راح تكون روتري ماشين. فهذيك الروتيشنال ماشين من هناك راح احكي عن سبيد تورك. لما تروحوا على الدرايف سيستمز بتدرسوا ميكاترونكس او حتى عندكم في الميكانيكا مش عندكم باخذ من شيء انترنال كومبشن انجن مش بقدر اعمله سبيد توركر مزبوط. اي جهاز روتيشنال عم باخذ منه تورك وعم بستفيد منه شيء بقدر احط علاقه ما بين السبيد والتورك. هاي طبعا هون ات ستيدي ستيت كونديشنز عم بتقول لي ات ستيدي ستيت كونديشنز هاي العلاقه بين السبيد والتورك. ايديالي اذا بقدر يكون هذا الكيرف واقف وقوف بكون ممتاز بس هذا صعب. كل ما هذا الكيرف كان عمودي اكثر بكون عندي بيتر سبيد ريجوليشن، يعني لما بزيد عليه التورك او الفورس السبيد بتتغير بكميه قليله. جود سبيد ريجوليشن. باد سبيد ريجوليشن بكون هذا كل ما بحط عليه شويه فورس ايش بصير بالسرعه؟ بتتغير كثير. سبيد فورس او سبيد تورك كيرف.